يقبل يوم التاريخ اليوم عندنا عيال قصه صوت قبل فتره والله طويله رفيع حصل لي موقف عيال بغيت اموت قبل تخش على المقطع لا تنسى كودرايت المشبس ايوني يا عيال اتمنى تعجبكم القصه ولا تحملون لايك شير سبسكرايب سلام. القصه بدت يا عيال بفتره والله طويله اللي اتذكره بالضبط اني كنت انا واحد من خوياي يا عيال كاي طلع كاي واحد يطلع مع خويه دوران وكذا زبد انا كنت وقتها مريض حلقي كان فيه التهاب كنت اخذ مضادات حيويه مضادات حيويه اللي يعرف قوتها يعني بال 700 وحاجه بال 500 بل مره قويه لازم تاخذها عشان بين حبه وحبه تاخذ مدري كم ساعه 12 ساعه تقريبا او شيء. الزبد اخيرا في الله كان مدمن على شيء اسمه مشروبات طاقه يا عيال والله نصيحه مني لا تشربون مشروبات طاقه انت مدمن شيء اسمه ريد بول. الزبده يجيكم العلم عارفين كنت اشرب تقريبا 5 علب 4 علب في اليوم والله يا عيال المشكله تعبان اخذ العلاجات ولا مضادات حيويه يعني شرع مره شيء قوي فوق ذلك قاعد اشرب بجغجغ على هذا الريد بول الموت يا عيال اقسم بالله. فجاه حسيت كذا بعد ساعه نص ساعه تقريبا حسيت بكتم مع اخوي يا ولد طول على المكيف شوي كنت مقصد خير ارتفع فتره المكيف يعني ولا وشو والله زبده وابدا يا عيال ما عاد في نفس ما اكسجين نزل الدريشه يلا شم يفتح الدريشه يا ولد خلاص وضع مزري قلت اسمع نزلني بيتنا انا بروح مستشفى والله بروح اكلم اخوي لا ما في لك الخير ان شاء الله يا ولد بديت احس انا كتمه خفقان حط كذا يدي اسمع وضع ماش ابي اركض ما اقدر اتحرك ياخذني اخوي عيال جيت عند اهلي حرفيا بوب طحت عيال ما عاد اقدر اتحرك قلبي وضعي مزري اقسم بالله قطري اخوي عيال وداني المستشفى اول مستشفى ما استقبلوني اقسم بالله كانوا ما ادري ايش اقول ثاني مستشفى برضو ما استقبلوني ثالث مستشفى قالوا لي وضعي ايش فيه ذا شو مسوي نعطيهم العلم انه مضاد حيوي ماخذ جرعه زايده وانه 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 انا قاعد اشرب مشروبات طاقه اي عرف الحين وش العلم حرفيا عيال اقسم بالله اني قاعد اشيل يلا شيل نفسي وانا جايين في السياره ومعنا بنت اخوي اقسم ايش في ذا يشرب مويه واجد كذا ما نجهان مره يا الله الله يحطكم في الموقف يا عيال عارفين دخلوني الطوارئ انا جلست على السرير ولا ما جلست ما عاد اسمع الاصوات الاصوات قامت تصير بعيده الدكتور يا سعود يا سعود اسمع كذا صوته بعيد في صدري يا عيال غمضت عيوني والله والذي نفسي بيده ان هذاك اليوم يا عيال توقعت ان اخر يوم لي في الدنيا العمار بيد الله سبحانه وتعالى عارفين تقفيله عيني هذيك ما توقعت اني اقوم بعدها صراحه ولله الحمد بتكفون يا عيال انتبهوا انتبهوا مشروبات طاقه والله العظيم مي بزينه اللي ياخذ حبوب كذا من راسه انتبهوا انا وقتها ما اخذها من مخي كان مصروفات لي قبل كنت تعبان بس قاعد اخذ جرعات خاص كذا ايش تبي؟ اصير خذ اللي قايل لك الدكتور وصل رجال وش العلمه؟ زبده يا عيال يحولوني على مستشفى ثاني كبير سوي لي تخاطيط قلب وذا وش العلم وش ما العلم والله ما في كل السلامه ولله الحمد لكن انت جايب العيد الله يصلحك مسوي تربتيت ماخذ لي جرعه زايده ماخذ لي مشروبات طاقه سلامات يا ابوي بعد هذاك اليوم واليومكم ذا يا والله اللي ذا رفع السماء اني ما طب فيني مشروب طاقه من يوم هذاك لين الحين تقريبا كم كان عمري كان 18 17 سنه الحين عمري 26 سنه والله ما طب فيني يا عيال مشروب طاقه يلا لك الحمد احكي لكم على الاجهزه اللي حطوها عشان يشوفون نبضات القلب ويا الله والله ما انساها هذيك الايام عدت فتره تقريبا جلست فيها سنه تقريبا تعبان مره 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 كل شوي اروح مستشفى ارجع اروح مستشفى ارجع ايش في ما في شلون انا فلخت جسمي بزياده عرفت كيف فاهم الاشياء هذه ما ينفع تستهبل فيها فصار جسمي تعبان بزياده عيال مناعه خلاص تندمر الحمد لله بديت ارجع اتحسن حبة حبة والسنوات مشت الواحد يتعلم من غلطه يعني لابد بس هذا كان مقطعنا اتمنى عجبكم يا عيال تحبون لايك شير سبسكرايب كود الشبس اي 1 روكت ليج فورتنايت الزبده اي لعبه كذا تشوفها يضبط الكود ايبك جيمز حطه مس اي 1 يا كينج لن نلقاكم في حلقه ثانيه سلام.